انا لو كنت اعرف ان لما اسافر هيحصل كده في اجي ما كنتش سافرت. والله انا لو كنت اعرف انها هتوصل للمرحله دي يا علي انا اللي كنت منعتك من السفر يا اخي. انت شفتها؟ ايوه ايوه علي، جت لينا المكتب كانت هتاكلني يا علي. خلي بالك على نفسك يا جميل، الوليه توحشت. ايه توحشت؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا بقيت اخاف انام جنبها، لا تاكلني اوقع من على السرير. ما هو مفيش مكان ليا على السرير يا جميل. يا ساتر يا رب يا ساتر، للدرجه دي؟ ايوه يا جميل، انا مش عارف اعمل ايه، انا نفسي اجي ترجع زي زمان. لا يا علي لا 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 لا، صعب، دي احلام احلام يا علي، انجي مش ممكن ترجع زي ما كانت. بص يا علي، عشان خاطر العيش والملح اللي بينك وبينها، انا شايف ان الحل الوحيد لازم تطلقها. تصدق فكره؟ واحد جوزك هيتجوز عليك. اتنين هتتشردي انت وعيالك. تلاتة هتتطلقي. اربعة لا مفيش اربعة بقى، انا تعبت تعبت. تعبتي؟ احنا لسه بنقول يا هادي. بلا هادي بلا فادي، انا جعت. انت واكلة من عشر دقايق. معلش اكل مرة كمان وبعد كده اريح ساعة ساعتين تلاتة اربعة كده ونشوف. يا انجي مش هينفع، هندخل في متاهات بعد كده، هنضطر نعملك عملية شفط. شفط؟ او ربط معدة. ربط او تحويل مسار. تحويل؟ دي بتحول مسارها اربع مرات. ما قلتليش انا خبرة. كانت على الدائري دخلناها المحور. انا املي املي بس اخس كده وابقى في عتابة. لا يا حبيبتي، انا عندي وسط تعيش عمرك كله تبرمي كده عشان بس توصلي لوسطي ده. بص يا انجي، جوزك هيطلقك. لا طلاق اهون، الطلاق اهون من اللي انا فيه ده. بص بقى يا حبيبتي، يبقى هنضطر نعمل جراحه وده تخصصي، اعمل لك منظار. لا انا بخاف من المنظار. لا بس منظاري انا هشفط كل اللي جوه. لا انا عايزه همبرجر. ايه اللي بيوديك الشغل وانت بحالتك دي؟ منها حالتي يعني. يعني مش مكسوفه والناس كلها عماله بتبص لك؟ واكيد بيقعدوا يتريقوا مع بعض عليك. لا مش مكسوفه، واللي مش عاجبه شكلي يروح يبص على نفسه الاول في المرايه. عاني انت مكسوف مني؟ عاني نعمك بقى، انا شرف اي حد. ولو مش عاجبك شكلي كده يعني طنق طنقني يعني، اوعى تطنقني يعني. ايوه يا كمانيا، لا يا كمانيا خلاص، انا قررت ان انا ما ارجعش اشتغل تاني لحد اما ارجع زي الاول. لا يا انجي كده غلط طبعا. غلط بقى ولا صح، هو ده قراري وخلاص، انا مش هرجع شغل تاني غير لما اخس يا كمانيا. سلام. علي ده الوقت اللي بتحتاج فيه اي ست لجوزها انه يقف جنبها. اقف جنبها ازاي؟ واحدة سابت نفسها لغاية ما ضربت على الآخر، مش المفروض كانت تساعد نفسها؟ عاملة احنا ايه دلوقتي؟ هي الست في الحالة دي تبقى عايشة في حلم انها ترجع زي الأول. جوزها ممكن هو يحقق لها الحلم ده أو يخلي الحلم ده سراب. بس الموضوع بقى صعب، بس هنحاول نخلي قولها حقيقة وربنا يستر. انت بتعيطي يا انجي؟ لا انا مش بعيط ولا حاجه عاليه، طلعت انت حساسيه بس. بتخبي دموعك مني يا انجي؟ لا يا علي مفيش دموع ولا حاجه، بقول لك حساسيه يا علي حساسيه. عندك حق، مفيش حاجه في الدنيا تستاهل انك تعيطي عشانها. انا خدت قرار يا علي، خدت قرار وعايزاك تساعدني فيه. ايه هو يا روح علي؟ بص يا علي بقى، انا قررت ان انا هعمل ريجيم، ولو ما نفعش هعمل عمليه الرنج دي اللي بيقولوا عليها، ولو ما نفعش هعمل التانيه اللي هي النص كم اللي قالوا عليها، ولو ما نفعش هنتحر يا علي هنتحر. طب ولو ما نفعش؟ قصدي حبيبتي سيبك من الرنج والنص كم والحاجات اللي انت بتقولي عليها دي، وخلينا في الرجيم، وانا كمان هعمل معاكي رجيم. حكم انا كرشي كبر قوي. كرش ايه يا علي؟ كرش ايه؟ انت جنبي بقيت قد الخلة دلوقتي. بس نعمل رجيم يا علي مع بعض وماله، بس انا هسيب الاكل الحلو كله لمي يعني. يعني هيوحشني قوي الكنافة القطايف،
المات كيك دي اللي بتبقى عامله زي الطينه، عارفها؟ طعمها حلو قوي. وفي كمان اللي هي الريد فيلفت دي اللي بيبقى عليها تحت كده بسبوسه وعليها قشطه من فوق. وكمان بالليل بقى يا علي لما بتقلب بيبقى جنبي ساندوتش جبنه رومي وباخد. انا جعت يا حبيبتي، انا جعت. هنسى الحاجات دي كلها. خلاص كفايه. ايه ده؟ ايه الوليه دي؟ هتعمل معايا الرجيم يا علي؟ هعمل حياتي. طب هتبوظ بعد ما اخسي عشان يبقى حافز. اتقدم يلا اطلع. لا استنى يا علي، استنى يا علي، استنى حسب. انا هنطلع. ايوه هو ده. اوكي. يا ليلى غبره. خير يا علي؟ ايه خسيت صح كتير؟ خسيتي 300 جرام. الله، 300 جرام 300 جرام يا يما. خسيت يا علي شوية صح؟ في أمل إن أنا أخس مش كده؟ هو الأمل موجود، بس احتمال أنا اللي ما بقاش موجود. هتشر عليك يا علي، ما تقولش كده. إيه ده؟ مين اللي بيكلمني دلوقتي؟ ده جميل. ردي شوفي عايز إيه. أيوة أستاذ جميل، إزيك؟ عامل إيه؟ كل سنة وأنت طيب، عاش من شافك. آه ابقى تعالى يا أستاذ جميل، ده أنا عاملة حتة صينية رقاق. لا ده أنا عاملة أصلي شوية سوتيه كده وستيك مشوي. بقى تعالى يا أستاذ جميل. بقولك إيه، عندك مأمورية في الصومال بكرة، جهزي نفسك للسفر. بجد؟ طيب حاضر، هجهز نفسي. حاضر من عناي، مع السلامة. في إيه؟ جميل كتب اسمي في مأمورية الصومال. الله أكبر. بقولك الصومال يا علي، يا الله أكبر، هو مش حج. هتوحشني قوي، هتوحشني السفرية دي قوي يا علي. هتبوسه لما ترجع من الصومال عشان يبقى حافز. ايه رأيك علي؟ أنا قلت بقى ريحك من إنجي ووديها الصومال. تريحني إيه؟ دي مأمورية أسبوع، أنا محتاج إنها تقعد سنة على الأقل.